السيد رئيس المدير او السيد الوكيل العام، السيد المدير العام للمحافظه، السيد رئيس وكاله المحافظه العقاريه، السيد وكاله تنميه الوكاله الرقميه، وكذلك مجموعه من الشخصيات ومن رؤساء المؤسسات علنا فيها بدايه الاعمال الرقميه التي ستسهل ولوج المواطنين الى العداله والى خدمات الاداره القضائيه، ومنها اولا موضوع الشكايات، تقديم الشكايه من خلال المنصه وتتبعها وتتبع مآلها. ثانيا تقديم طلب العفو من خلال المنصه وكذلك الافراج المقيد وتتبعها الى حين صدور القرار النهائي. والموضوع الثالث وهو تقديم الخدمات ديال تتبع الملفات ديال كل مواطن على رقم هاتفه للاطلاع على مآل الملف والمصير ديالو وما صدرت من الاحكام وما تمت فيه من اجراءات وما تم اداؤه من مبالغ. ويصبح كل مواطن يمكن يتبع ملفه من خلال الهاتف النقال لمعرفه الملف ديالو. هذا انفتاح من نوع من الشفافيه بين السلطه القضائيه والاداره القضائيه والمواطنين، وسيسهل كثيرا هذه الخدمات عن بعد لما يحد كثيرا من الاكتظاظ، ولكن كذلك سيسهل تقديم هذه الخدمات ويقربها من المواطنين.